تاع المكتب الجامعي للدخول برياضه الدراجات الى ربوع تونس، واحنا هذايا الاستراتيجيه اللي رسمناها، خرجوا الرياضه خاصه الرسميه على معناها في اطار السباقات الرسميه خارج تونس، وانطلقنا وعملنا سباقات في المستير وصفاقس وحمامات وسوسه والعديد من المناطق الداخليه، لكن احنا فرحانين برشا اليوم باش يكونوا في القصرين، يعني مكسرين فيها ممهدات النجاح كرياضه، نحكوا على المستوى الرياضي، المستوى الرياضي مسالك فنيه ممتازه جدا، سواء الدراجه الجبليه اللي بالمناسبه نحن رانا ابطال العرب، واليوم جاي شارك البارح شارك بطل العرب ماهر حبوريه شفتوه هنا معنا صاحب ميداليه ذهبيه بطوله العربيه الاخيره، ومسلك ممتاز جدا في المنطقه الاثريه السبيدلا، كذلك بالنسبه للطريق فما خيار المسالك ممتازه جدا، هذاك علاش قلنا باش يكون مهرجان، هو مش سباقات، هو مهرجان باتم معنى الكلمه، اش معنى مهرجان؟ معناها فما سباق الدراجه الجبليه، مهرجان الطريق، وكذلك عملنا كي نمشيو احنا المنطقه لازم ننسوا الشبان نتاعها والاطفال نتاعها، عملنا الدراجه للجميع من جميع الفئات والاصناف والاعمار باش ابناء القصرين يشاركوا معنا هالتضارة وهالفرحه هذيا في انتظار ان نكونوا نواه جمعيه. هذه هي المهرجان الوطني للدراجه الجبليه وعلى الطريق، هذه كانت مبادره من السلطه الجهويه على راس السيد ولي القصرين بالتنسيق مع الجامعه التونسيه للدراجات وبتنظيم المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه بمشاركه عده جمعيات ومنظمات جهويه وادارات جهويه بولايه القصرين. الحقيقه حبينا نكون هالاحتفاليه هذه تمهيد لتنظيم معناها تظاهره كبرى ودوره اولى في انتظار تكون معناها تمهيد لتنظيم دوره ثانيه تكون مغاربيه ودوليه في السنه القادمه ان شاء الله. الهدف من التظاهره هذه هي التعريف بالمخزون الثقافي والتراثي والبيئي والطبيعي بولايه القصرين. يعني الكياس ما فيش دي زوبستاكل مكسرين ولا حاجه، بعد كياس نظيف تبقى ديما برشا عباد تستبعدها البلاصه ياسر، قصرين وتالا، وبحكم انه جمعيات ناقصه شويه، معناتها قد ما تكثر الجمعيات قد ما تولي لي كومبيتيسيون اكثر في كل الولايات، يعني دوره ناجحه الحقيقه، وكل كومبيتيسيون ديما في التنظيم ديما تقعد تتحسن. بالنسبه لي حاجه ياسر مزيانه، محلاه زاد البلاصه اللي لعبنا فيها. سيتي بالحق ماني فيك اليوم الحمد لله، معناتها بامال مي اليوم فما كريسك نتاع انه تخرج عليك الكراهب ولي موتو وكل شيء، مي فينالمون تعديت والحمد لله لاباس، وما فماش حتى اضرار جسديه ولا ماديه ولا حتى شيء الحمد لله. سينو هذه فرصه باهيه اني اول مره نجي القصرين، كل ما نزور ولايه جديده في بلادي الحقيقه نفرح، دونك اليوم فرحانة إني زرت ولاية جديدة الحمد لله. ربما الفكرة اللي كانت عندك على ولاية القصرين وكيف جيت؟ بصراحة المهم لقيتها أحلى من اللي توقعت. هذا